بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 29. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: من المحال، أي المستحيل والممتنع، أن يحصل، أن لا يحصل الهدى من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحصل من كلام هؤلاء الفلاسفة والزنادقة ومن يدعون أنهم هم أهل المعرفة وأهل الحقيقة. الله جل وعلا لم يكلنا إلى معلوماتنا وإلى مداركنا، وإنما أنزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسولا وأمرنا باتباع الكتاب واتباع ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بوكيل. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ما ترك شيئا يقرب إلى الله وإلى جنته ويباعد من النار إلا بينه صلى الله عليه وسلم أتم بيان، وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فمن أراد النجاة والسلامة الدنيا والآخرة فعليه أن يتمسك بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، فإنه لا نجاة إلا بذلك. وهذا هو الذي أوصى به صلى الله عليه وسلم عند وفاته: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وهو القرآن، وسنتي وهو الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. وما قول العلماء الربانيين إلا توضيح وتبيين للكتاب والسنة. وأما أننا نأخذ بأقوال الرجال والآراء والفلسفات فهذا ضلال وضياع وفتنة، وقانا الله وإياكم شرها. نعم. ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب من هؤلاء المتحيرين الذين لم يصلوا إلى علم صحيح، وإنما هي شكوك وأوهام
تلقوها عن من قبلهم فلا تغني شيئا، لا وصول إلى الحق ولا وصول إلى الله وجنته إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن حاد عن كتاب الله وسنة رسوله هلك وضاع وضل وأضل. نعم. بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل. ما قاله الله ورسوله هو الأصل، وما جاء عن أهل العلم يعرض على كتاب الله سنة رسوله، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، ما خالف الكتاب والسنة فإنه لا يعمل به ولا يتبع. وصاحبه إن كان يريد الحق فهو مأجور على ما حاول، وإن كان يريد الضلال فإنه مصيره إلى الضلال وإلى الضياع، ومن اتبعه يمشي خلفه. لا نجاة إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف هذه الأمة، الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. نعم. بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله. هذا هو الواجب، أننا نتدبر كتاب الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو أنزله الله للتدبر والاتباع والعمل، وهذا من رحمته بنا أنه لم يكلنا إلى أقوال الرجال وآراء الناس، وإنما أنزل علينا هذا الكتاب المبين والسنة النبوية، والسنة مفسرة للكتاب، وهي وحي من الله جل وعلا، كما قال جل وعلا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي من الله، وهي تسمى بالوحي الثاني بعد الوحي الأول وهو القرآن، كله من عند الله سبحانه وتعالى، وهو محفوظ ولله الحمد، لم يبدل ولم يغير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتب السابقة من التوراة والإنجيل والزبور وغيرها وكل حفظها إلى العلماء فضاعت بعدهم. وأما هذا القرآن فإنه محفوظ بحفظ الله، لا يتطرق إليه أي نقص أو أي تحريف، لأن الله حفظه. الكتب السابقة وكل حفظها إلى العلماء وضيعوها لما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، استحفظوا عليه لكنهم ضيعوه. وأما هذا القرآن فلم يكل الله حفظه لأحد، وإنما هو الذي تكفل بحفظه، فبقي كما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم رغم كثرة الأعداء وكثرة أهل الضلال، فإن الله حفظ هذا القرآن وقيض لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حفظة من أهل العلم، حفظوها واهتموا بها ووصلت إلينا ك
كما صدرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة، بذلت فيها جهود وبذلت فيها اجتهادات كثيرة لحفظها والذب عنها والرد على من خالفها حتى بقيت نقية صحيحة صافية، فلله الحمد والمنة. نعم. الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله، إما العقلي وإما الخبري السمعي. نعم. ويعرف دلالة ما وافق الكتاب والسنة أخذنا به من أقوال العلماء وأقوال الرجال، وما خالف الكتاب والسنة فهو مردود على صاحبه مهما كائنا من كان، حتى ولو كان من أكابر أهل العلم. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وغيره أيضا يقولون بهذا، لا يقولون للناس اتبعونا خذوا أقوالنا، وإنما يقولون اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله وما كان من كلام العلماء فإنه يعرض على الأصلين الكتاب والسنة. هذا طريق النجاة وطريق السلامة وطريق أهل الحق إلى أن تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم. ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله، إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، الميزان توزن به، توزن به أقوال الرجال وأقوال الناس، توزن بالكتاب والسنة، ميزان، ما وافقهما فهو حق وما خالفهما فهو مردود. نعم. فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك. هذه مصطلحات المتكلمين ما كان له معنى صحيح يوافق الكتاب والسنة نأخذ به، وما خالف الكتاب والسنة تركناه، وهي مثل هذه المصطلحات. وهي يقول: وهذا مثل لفظ المركب، مثل لفظ المركب من الصفة والموصوف وما أشبه ذلك. نعم. والجسم، والجسم يقولون الصفات والأسماء تقتضي التجسيم، ونحن لا نقول بالتجسيم، فنقول التجسيم هذا من اصطلاحكم ومن قولكم، فإن أريد بالتجسيم إثبات الأسماء والصفات لله فهذا ليس تجسيما،
وإنما هو حق، أمرنا الله باتباعه وأمرنا الرسول باتباعه، سموه تجسيما أو لا تسموه هذا هو الحق. نعم. مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر. المتحيز يعني المنحاز عن غيره، وكان اصطلاحاتهم، والعرض والجوهر كل هذه من اصطلاحات المتكلمين لا نعبأ بها، لا نعبأ بها، عندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف هذه الأمة. نعم. والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. نعم، عندنا الكتاب والسنة، نعرض عليهما مقالات الناس، فما وافقهما فهو حق وما خالفهما فهو باطل ومردود. نعم. وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل، مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معان، أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب، ويسمى تركيب مزج، كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك، وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. نعم. الثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب، يعني ما نخضع أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، ما نخضعهما لمصطلحات المتكلمين، ما نخضعهما إلى مصطلحاتهم، بل نقبلهما ما أدركنا معناه الحمد لله، وما لم ندرك معناه نكله إلى الله ورسوله، فنقول الله ورسوله أعلم. نعم. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. الرابع التركيب من الهيلوى والصورة، هيولة، من الهيولى والصورة. نعم. كالخاتم مثلا هيولاه الفضة وصورته معروفة. وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو ثمانية أو ستة عشر، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. نثبتهما على ما يليق، على ما يليق بجلال الله، ولا نخضعهما لاصطلاحات المتكلمين ومقالاتهم التي أضلوا بها الناس وشغلوهم ودونوها في كتبهم، لا نلتفت إليها ولا نعبأ بها، عندنا كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عندنا ما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وهذا هو الحق، وليس بعد الحق، ماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قولهم مجرد دعوى، وهذا مبسوط في موضعه. الخامس التركيب من الذات والصفات، وهذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تبارك وتعالى،
وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. نعم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. أي نعم، أي تسمية من عندهم. اللبن حلال طيب ونافع ومفيد، ولو سموه بغير اسمه ما يضر هذا ولا يغير حقيقة اللبن. نحن لا نلتفت إلى فلسفاتهم وأقوالهم ومصطلحاتهم التي شغلوا بها الناس وأضلوهم بها عن الحق. نعم. السادس، التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران، وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال، فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خبط كثير، وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك، وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. وسبب نعم، ما نقبل الأشياء على ظاهرها وعواهنها، بل نعرضها على كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف هذه الأمة. ما عرف الصحابة والتابعون هذه المصطلحات، الجوهر والعرض والمركب وإلى غير ذلك، ما عرفوا هذه المصطلحات. نعم. وسبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله، والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. أي كلا، أصلها من فلسفة اليونان، واليونان دولة وأمة معروفة، والمنطق من عندهم، ونحن نترك الكتاب والسنة ونذهب إلى فلسفة اليونان وفلسفة غيرهم، هذا ضلال مبين. الله لم يكلنا إلى عقولنا ولا إلى اصطلاحاتنا، الحمد لله الكتاب والسنة. ومن لم يغنه الكتاب والسنة فلا أغناه الله. نعم. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد. نعم. وهم ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس، وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم، سجود تحية، ما هو سجود عبادة، سجود تحية، وكان معروفا عند الناس وعند العرب أنهم يسجدون للشخص سجود التحية إذا قدم من سفر، أو يسجدون له سجود تحية ليس سجود عبادة، فالله أمر الملائكة بهذا السجود، أن يسجدوا له سجود تحية وسجود إكرام، فسجدوا طاعة لله، إلا إبليس، لأن إبليس كان مع الملائكة، كان مع الملائكة يتعبد مع الملائكة في السماء، ثم لما جاء هذا الأمر من الله أن يسجدوا لآدم تكبر إبليس وقال أنا خير منه، خير من آدم، خلقتني من نار
وخلقته من طين. هذا قياس، يقولون أول من قاس القياس الفاسد إبليس، خلقتني من نار، خلقته من طين، وجعل الطين أنه ما لا فائدة فيه والنار فيها فائدة، وهذا بالعكس، الطين فيه فائدة، الطين ينبت النبات وفيه بركة ويحصل منه الخير، والنار محرقة، مجرد إحراق تتلف الأشياء، فالطين خير من النار، الطين خير من النار، لأن الطين ينتج وينفع، وأما النار فإنها تتلف فقط تحرق وليس لها إنتاج. نعم. وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، لأن الرسول جاء بالوحي من الله جل وعلا، تلقاه عن جبريل عن رب العالمين، هذا سنده، هذا سنده من جبريل عن رب العالمين، فكيف نترك هذا ونذهب إلى قول فلان والفلسفة الفلانية والفيلسوف الفلاني والمتكلم. نعم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قول الإمام مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به محمد، أي ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. نعم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى يعني لم يطع الرسول فحسابه على الله، الرسول بلغه وما أرسله الله حفيظا على الناس يحاسبهم عن أعمالهم، هو بلغ عليه البلاغ المبين، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم، هذه الآية هذه هي الفاصلة، وهي قاصمة الظهور لهؤلاء، يزعمون أنهم يحبون الله، الصوفية يبنون دينهم على المحبة وأنهم يحبون الله ولا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون الرسول للعوام، وأما نحن فقد وصلنا إلى الله عز وجل وعرفنا، يسمونه العارف بالله، عرفنا فلسنا بحاجة إلى الرسول، لأن الرسول للعوام اللي ما عندهم معرفة، كذا يقولون قبحهم الله. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه آية الامتحان، من يحب الله فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتبع الرسول فإنه ضال، هذا هو المقياس. نعم. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه: فلا وربك، فلا وربك، هذا قسم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، اختلفوا فيه، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اختلفوا فيه من أمور الدين وأمور الدنيا وجميع الأمور، الحكم بما اختلفوا فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، والرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما اختلفوا فيه،
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، بل يسلمون ويرتاحون لحكم الله ورسوله، ويسلموا تسليما، ينقادون انقيادا. نعم. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى والله جل وعلا يقسم بنفسه ويقسم بما شاء من خلقه، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ونفس وما سواها، يقسم بما شاء من خلقه، والتين والزيتون وطور سينين، ولا يقسم إلا بشيء له شأن، لا يقسم إلا بشيء له شأن. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وبصفة من صفاته. نعم. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. لا بد من هذه الأمور، أولا يحكمون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحكمون غيره، ثانيا يرضوا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، بل تطمئن نفوسهم بذلك وتسلم لحكم الله عز وجل، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثالثا يسلموا تسليما. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. قال الشارح رحمه الله: يتذبذب، يضطرب ويتردد. وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي. إن أردنا إلا إحسانا إلى الناس وتوفيقا، يعني توفيقا بين الوحي وآراء الرجال، يفقون بينه، يعني يوفق بين كلام الله جل وعلا وكلام المخلوق. نعم. وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال: كل من أعرض عن الكتاب والسنة فإنه يقع في الحيرة والضلال والشك ولا يصل إلى حقيقة. نعم. لأنه ترك الهدى الذي أنزله الله عز وجل، تركه فيصير إلى المتاهة. نعم. فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد، وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت. نعم. ابن رشد يطلق على الجد، ابن رشد الجد، ويطلق على ابنه الحفيد، فهذا عنده شيء من الفلسفة، وعنده الحفيد عنده شيء من تخليط، أما الجد فهو إمام جليل. نعم. كما قال ابن رشد الحفيد، وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه، واقف في المسائل الكبار حائر، وكذلك الغزالي رحمه الله، انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم
أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا نهاية الغزالي رحمه الله، كان مع هؤلاء في شكوكهم وفي مصطلحاتهم، ثم إنه رجع وقال إنه لم يجد من ما تطمئن نفسه إليه إلا كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال في هذا أبياتا: لعمري لقد طفت المذاهب كلها وسيرت نفسي بين تلك العوالم، فلم أرى إلا واضعا كف نادم على ذقن أو قارعا سن نادم، ووجدت أقرب الطرق إلى الله الكتاب والسنة، أقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وفي الإثبات وهو السميع العليم. نعم. وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدره. نعم. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. لقد تأملت الطرق الكلامية، يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا كلام الرازي. نعم. وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني صاحب الملل والنحل، الشهرستاني صاحب الملل والنحل. نعم. إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا على ذقن أو قارعا سن نادمي. نعم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. أي نعم، لما أدخل في هذه اللجلجات وهذه على الفطرة السليمة. نعم. وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي، وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون؟ فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به، أو كما قال؟ فقال: نعم. فقال: أشكر الله على هذه النعمة،
لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى أخضل لحيته. نعم. ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري. فيك فيك يا أغلوطة الفكر الفكري فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري عمري وانقضى عمري. سافرت فيك فيك سافرت فيك العقول فما سافرت فيك العقول سافرت فيك العقول. نعم. سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر. فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. نعم. وقال الخونجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبي أموت وما عرفت شيئا. وقال آخر: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجتي هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق. نعم. كما قال أبو يوسف: من أعرض عن الكتاب والسنة وقع في الزندقة. نعم. كما قال أبو يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق. أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة. نعم. كما قال أبو يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. نعم. وقال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. علم يعني علم الكلام الجدل. نعم. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولا أن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. انتهى. وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقروا به ويعرض عن على الفطرة، يعني على الفطرة، يرجع إلى الفطرة. نعم. وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقروا به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقوله إذا قام من الليل يفتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم. هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به صلاة الليل بهذا الدعاء العظيم. نعم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم. توسل صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. جبرائيل موكل بالوحي الذي فيه حياة
الذي فيه حياة الروح، جبرائيل، وإسرافيل موكل بالنفخ في الروح في الصور، موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأبدان، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض بعد موتها. نعم. اللهم توسل صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، نعم، أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلب بالهداية، وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، نعم، وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال الشارح رحمه الله: يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الأدلة العقلية هل هي من الأدلة الشرعية؟ لا، أي من الأدلة الشرعية، أدلة عقلية مردها للعقل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أننا نعرض كلام العلماء على الكتاب والسنة، فما وافقه قبلناه وإلا فلا. السؤال: من يستطيع هذا العرض؟ هل هو خاص بالعلماء أم ماذا نصنع؟ نعم، هذا خاص بالعلماء، وأما العوام فيرجعون إلى العلماء، يسألون العلماء، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألفاظ المتكلمين كالجسم والجوهر والحيز وغيرها إذا أرادوا بها معنى صحيحا، هل تنكر هذه الألفاظ التي لم ترد في كتاب الله؟ نعم، تنكر هذه الألفاظ، وما فيها من معنى صحيح هو موجود في الكتاب والسنة، لا حاجة إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سجود التحية هل يجوز أن يسجد الإنسان لأبيه أو لإخوته في هذا الزمن؟ نسخ هذا يا أخي، نسخ سجود التحية، نسخ، ألا يسجد أحد لأحد، نسخ هذا. نعم. فضيلة الشيخ، لما أرادوا أن يسجدوا للنبي صلى الله عليه وسلم سجود التحية منعهم من ذلك، وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل كافر قد أسلم، رجل أسلم وقد كان كافرا وعنده حديقة للخنازير، يقول: كيف يتخلص منها تخلصا شرعيا؟ يخرج الخنازير منها ويستعمل الحديقة فيما أباح الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يصح أن أكذب على والدي لمصلحتهما فيما بعد؟ إذا كان هذا ما يضر وإنما ينفع فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما التوجيه؟ يسمونها الكذب للمصلحة، مثل الزوج يكذب على زوجته
لأجل صلاح العشرة، أنا أحبك، أنا سآتي لك بكذا وكذا، يريد أن يصلح العشرة. وكذلك الحاكم مع رعيته لأجل إصلاح السياسة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم من يخوض في أعراض المسلمين اتباعا للظن وعدم جزم بالخطأ منهم؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. يحسن الظن بالمسلمين ولا يتمادى في تطلب عثراتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جدتي توفيت رحمها الله وأوقفت عقارا جعلت ريع هذا الوقف للدعوة إلى الله داخل المملكة. سؤاله: هل يجوز لي أن أصرف هذا الريع على طلبة العلم المحتاجين أو تجعل في طباعة كتب شرعية؟ ما يغير الوقف عن مصرفه الشرعي. قال تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فلا يجوز هذا ما دام إنه متمشي مع الشرع ومع الكتاب والسنة، لا يغير. ولهذا يقولون: نص الواقف كنص الشارع، بمعنى أنه يجب تنفيذه والعمل به ولا يغير ما دام أنه لا يخالف الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أو امرأة تسأل فتقول إنها كانت صائمة عن قضاء رمضان وقد دعتها أختها للإفطار في النهار فأفطرت، هل فعلها هذا جائز؟ لا، ما هو جائز. إذا دخل في الفرض، من دخل في فرض موسع حرم قطعه، الفرض لا يجوز. أما في السنة نعم يجوز إنه يفطر للمصلحة الراجحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: شرب حليب الإبل هل هو ناقض للوضوء كأكل لحمه؟ لا، ما هو بناقض للوضوء، المسألة توقيفية، ما ورد أن شرب الحليب ينقض الوضوء، إنما ورد أكل لحم الجزور. نعم، أكل اللحم خاصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يسب ويقدح في كتاب البخاري ومسلم ويقول إنها كتبت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعشرات السنين فربما كان فيها شيء، يقول: ما حكم هذا الكلام وكيف الرد عليه؟ هذا كلام باطل. أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري، ثم من بعد صحيح البخاري صحيح مسلم، ألا يجوز التشكيك فيهما ولا يشكك فيهما إلا ملحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك بعض التجار وبعض الباعة يضعون الفاكهة الكبيرة في أعلى الصندوق والصغيرة في أسفله، هل هذا يعد من الغش المحرم؟ نعم، هذا هو الغش، هذا هو الغش. مر النبي صلى الله عليه وسلم على بائع طعام فأدخل صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فوجد بللا في أسفله، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر. قال: هل لا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل خاف على ولده من رفقة السوء من أصحاب المخدرات وأمثالهم، فنصح ولده لكن لم يستمع له الولد، فحبسه والده في البيت مرة من المرات ومنعه من الخروج فقتل الولد نفسه. سؤال الأب: هل يلزمني شيء بسبب هذا الأمر وهل علي إثم في ذلك؟
ليس عليه إثم ولا يلزمه شيء، لأنه يريد الخير لهذا الولد، يريد له الخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أن النفاق على نوعين، نفاق أكبر ونفاق أصغر؟ نعم، نفاق اعتقادي، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هذا كفر، كنفاق المنافقين الذين نزل القرآن بالتحذير منهم وذمهم، هذا اعتقادي كفر. ونفاق عملي هذا يعتبر من الكبائر لكنه ليس بمكفر، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. آية المنافق يعني النفاق العملي، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل يريد الإسلام، فهل يجب عليه أن يوالي بين الشهادتين، أم أنه يصح أن يقول شهادة لا إله إلا الله في يوم والأخرى في يوم آخر؟ تدخل شهادة أن محمد رسول الله، تدخل في شهادة أن لا إله إلا الله. إذا شهد أن لا إله إلا الله فهذا يكفي، ولكن إذا أتى بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل وأتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نصراني يعتقد بوحدانية الله ورسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ينطق بالشهادتين، هل يعامل معاملة المسلم؟ وش اللي يدرينا عن اعتقاده؟ ما يعلمه إلا الله. ولا يكفي الاعتقاد، لابد من النطق، لابد من النطق مع الاعتقاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أقرضت رجلا مبلغا من المال ولم يستطع السداد في الموعد المحدد، هل يجوز لي أن أسقط عنه هذا الدين من زكاة مالي؟ لا، يعني يوم أيست من الحصول عليه تجعله زكاة، ما يجوز هذا. الله جل وعلا يقول: وآتوا الزكاة، ركن من أركان الإسلام، آتوها، ادفعوها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم عند طلب الحاجة من الله سبحانه؟ التوسل بذات الرسول لا يجوز، أما التوسل باتباعه فهذا طيب، هذا عمل صالح. نعم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، اكتبنا مع الشاهدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم محبة المبتدع والتبسم في وجهه والسلام عليه؟ البدعة تختلف، بدعة كفرية وبدعة دون ذلك، فما إن كان لا يزال مسلما ولم يصل إلى حد البدعة الكفرية، فإنه إذا كان في التبسم في وجهه مصلحة لدعوته وتأليفه لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل للمسلم أن يتنقل بين أقوال المذاهب في المسائل، في مسائل العبادات، إذا كان هناك أمر يحتاج إلى ذلك؟ يعني يأخذ اللي يصلح له ويترك اللي ما يصلح له، ما يجوز هذا، لا يجوز له ذلك، أنه يتنقل بين مذاهب العلماء يأخذ اللي يصلح له، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: يقولون من تتبع الرخص تزندق، وهو الذي يتبع خلاف العلماء ويأخذ باللي يصلح له هو أو يرغب فيه هو، هذا عليه الخطر من الزندقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أسبل إزاره لكنه لم يكن مريدا للكبر،
هل يحرم عليه هذا الأمر؟ نعم يحرم عليه هذا الأمر، لا يحرم عليه هذا الأمر، وعليه أن يرفع إزاره فوق الكعب أو إلى الكعب فما فوق، ولا يتركه يقول أنا ما أريد الإسبال وأنا ما أريد، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أو امرأة تسأل فتقول إنه تقدم لخطبتها شخص قد اشترط عليها عدم لبس النقاب وعدم تغطية الوجه، تقول ما نصيحتكم لي في ذلك؟ لا تقبلي ولا تطيعي في ذلك، هذا يطلب منك المنكر والمحرم فلا تطيعيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا فاتتني صلاة قيام الليل فمتى أقضيها من النهار؟ تقضيها من ارتفاع الشمس طيد رمح إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء عند دخول وقت الظهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أو هذا سائل يقول هل يجوز إرسال صورة المرأة للخاطب لأجل النظرة الشرعية كونه في بلد وهي في بلد آخر؟ لا، هذا لا يجوز، يعني المرأة تصور هذه فتنة، صورتها فتنة، ولا تتداول، لا تتداول وتروج بين الناس لأجل الخطبة ولأجل، ما يجوز هذا. النظر ينظر إليها، ترصد لها حيث لا تشعر وينظر إليها إذا أراد خطبتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا كان شعر الحاجب كثيفا فهل يجوز للمسلم أن يقصه؟ نعم، إذا كان يتأذى به، يتأذى به أو يشوه وجهه فإنه يقصه إلى الحد المألوف. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما تفسير قول الله سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هل المؤمن لديه شركيات؟ هذه نزلت في الكفار أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد الألوهية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني مشركون في الألوهية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا كل العالم وكل كلهم يقرون بالربوبية، إنما الخلاف في توحيد الألوهية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم وضع صور على شكل مجسمات من الحيوانات وغيرها للزينة داخل البيوت؟ لا يجوز هذا، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، والصورة المجسمة أشد من الصورة التي هي رسم بالقلم أو التقاط بالآلة الفوتوغرافية، المجسم أشد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول والدي أمرني بالزواج من امرأة لا تصلي، يقول هل من البر إجابة هذا الأمر؟ لا، ما تطيع والدك في معصية، تطيعه بالمعروف، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، تبر بهما في أمور الدنيا. نعم. تنفق عليهما، تحسن إليهما، ولكن لا تحبهما ولا تطمئن إليهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول رجل عنده بنات فقط، يقول ويخاف من ضياع حقوقهن بعد وفاته، سؤاله هل يجوز له أن يكتب وصية لهؤلاء البنات علما أنه ليس لديه من الورثة إلا البنات وأخ شقيق فيكتب جميع المال لهن؟ لا، لا يجوز،
هذا حيف في الوصية ولا يجوز له ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا لكن إذا قال على المحتاج من البنات لا بأس، لأنه ما خصها وإنما علقه بالوصف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يباح اصطحاب الأبناء دون سن السادسة إلى المساجد؟ إذا كان يخاف عليهم يصطحبهم ويحفظهم، أما إذا كان لا يخاف عليهم فيتركهم في البيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من شروط إباحة الزواج بالكتابية أن تكون محصنة، يقول: ما المراد بالإحصان هنا؟ العفة عن الزنا. المراد بالإحصان العفة عن الزنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يدرس مجموعة من النساء بدون حجاب بينه وبينهن؟ هذا فتنة، هذا فتنة. يدرسهن من وراء حجاب بواسطة مكبر الصوت، أما أنه يقف مع النساء هذا فتنة ولا يجوز له ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا طلق الرجل زوجته فهل يجوز له أن يتزوج أختها بعد ذلك؟ إذا خرجت من العدة، إذا طلقها وخرجت من العدة له أن يتزوج أختها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ترغيب الأصدقاء والمعارف بصيام يوم الاثنين والخميس ونتسحر ونفطر سويا، هل هذا أمر مشروع أم أنه من البدع؟ إذا أنه صادف، يعني من غير اتفاق، صادف أنهم يفطرون جميعا ويتسحرون جميعا فلا بأس، أما إذا وضعوا هذا أنهم هذا الصيام الجماعي والإفطار الجماعي هذا لا يجوز، هذا بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الذي يباح للخاطب من مخطوبته؟ النظر إلى ما يرغبه في الزواج بها، إلى وجهها وكفيها. نعم. بدون أن تشعر، بدون أن تشعر، ترصد لها في مكان ينظر إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، لأنها لو شعرت تجملت له، أحسن أنه يشوفها على الطبيعة. ما نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز استعمال ما يسمى بخاتم التسبيح أو آلة لعد التسبيح والأذكار؟ لا، لا يجوز هذا، يسبح بأصابعه، يعد التسبيحات بأصابعه، هذا هو السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يباح للإنسان تعلم المنطق؟ لا، ما يباح له تعلم المنطق، لأنه قد يستحسنه، قد يشتغل به ويترك العلوم الشرعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا إلا إذا كان قصده يرد عليهم، إذا كان قصده يرد عليهم فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الراجح في مسألة هل إبليس من الملائكة أو من الجن؟ ما هم من الملائكة يا أخي، الله جل وعلا قال: كان من الجن، فهو من الجن لكنه يعيش مع الملائكة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: امرأة قد ارتكبت معاص قبل زواجها، قد ارتكبت معاص، معاص نعم يصلح معاصية، اي نعم، قد ارتكبت معاصية قبل زواجها،
نعم. هل يجب عليها أن تخبر زوجها بهذه الأمور؟ إن كانت تابت توبة صحيحة وتركت المعاصي فلا تخبر زوجها، أما إذا كان عندها بقية من المعاصي فإنها تخبر زوجها بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يأخذ العلم من العلماء، يقول المنحرفين في العقيدة كالأشاعرة وغيرهم؟ لا، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من وطئ المرأة الحائض أو زوجته الحائض، فهل عليه كفارة في ذلك؟ أي نعم، عليه كفارة، دينار أو نصفه، دينار وهو النقد المضروب من الذهب أو نصف الدينار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل أو امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها؟ هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها؟ إن كان هذا له سبب، مثل زوجها مقصر في دينها أو يتعاطى أمورا محرمة، لها أن تطلب الطلاق منه. أما إذا كان زوجها مستقيما وليس عنده خلل في دينه ولا في خلقه فليس لها أن تطلب الطلاق. من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، كما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا شاب على طريق الاستقامة وأحب الخير وأهله، لكني قد ابتليت بمشاهدة الأفلام الخليعة، يقول: ما العلاج الشرعي في ذلك، علما أنني أستغفر وأتوب ولكن تسول لنفسي بالرجوع؟ لا يجوز لك الرجوع إليها، التائب لا يرجع إلى الذنب. من شروط التوبة العزم أن لا يعود، تركها ويعينك الله على تركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه؟ إذا كان زوجها مقصرا في نفقتها فإنها تأخذ من مال قدر كفايتها ولا تزيد. سألت امرأة أبي سفيان، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. انتهى وفقك الله. الله تعالى أعلم.